وراس العزيزة يحلف ويعيب ويقول واه فاتحة غيبية ذي نخلة غرست في أرض جليدة البقاع طينة سياسية وانا بغيت جلسة بين سعيدة قصرو كاس ودلال الهمية وإذا بغات تحلى ويزول الكيدة يا ويجي شيخنا ولد السنية شكرا توما الجمهور والله ما يتمل توما نقوم نفرشوكم الورد مش نغنوكم لا 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 سيبو زين عنده